بدأ المشهد برجل يجري بسرعة بالغة يلهث من شدة التعب والإرهاق، كأنما حياته كلها متوقفة على ما يكتمه من اكتشاف رهيب. إنك حتى تميز شكله بملابسه السوداء وغطاء الرأس الصغير وذقنه الكثيفة. إنه حاخام يهودي يجري وكأنما اكتشف سر الخلود، ثم يصل إلى مجموعة من الحاخامات اليهود، يحاول أن يصرخ فيهم بما في جوفه من كلام، لكنه يختنق. زملائه أسرعوا إليه بشربة ماء، لكنه دفعها بعيدا وصرخ بكلمة واحدة: بارا أدوما، لقد ولد عجل أحمر. هنا انفجر قنبلة من الصمت بين الحضور، وهذا هو موضوعنا اليوم. عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك. فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الإشعارات. هناك العديد من الجمعيات اليهودية المتشددة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم وبالأخص فلسطين، منها ما هو ديني بحت، ومنها ما هو مختص بمختلف المجالات والتي كلها تخدم إسرائيل. وقد أعلنت واحدة منها عن نبوءة مشهورة بالتوراة تتحدث عن ميلاد عجل لونه أحمر، ويقولون إن ميلاده مرتبط بنهاية العالم ويوم القيامة، وبالتالي يجب أن تتم إقامة ترتيبات خاصة على رأسها هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم الذي يبررون به هدم الأقصى، وأيضا نزول مخلصهم من السماء ليتولى زعامتهم باعتبارهم شعب الله المختار، وبداية معركة مجدو التي تنبأت بها التوراة. الغريب أنهم بدأوا فعلا يستعدوا كأنما شغلهم الشاغل هي النهاية، ونقصد بالطبع نهاية فلسطين وبداية حلمهم الخالد. ونقلت صحيفة سان ونيوز ريبابليك بيانا لجمعية معهد الهيكل الإسرائيلية التي بدأت بالفعل في بناء ما يسمى بالهيكل الثالث، وأنهم يعدون لهدم الأقصى رغم أنف الجميع، فهم منذ زمن طويل بدأوا بالفعل في حفر العديد من الأنفاق تحته تمهيدا لهدمه بدون سابق إنذار، معتبرين أن إشارة البدء بالنسبة لهم ميلاد العجل الأحمر. وقال الحاخام شاين ريتشمان المدير الأممي لمعهد الهيكل إنه في حال التحقق من العجل الأحمر فستكون ساعات الصفر للبدء في مخططهم، والذي أيضا سيكون بداية علامات الساعة وتوليهم المقدمة باعتبارهم شعب الله المختار. وقال بيان المعهد: يتم الآن إخضاع العجل الأحمر لاختبارات خاصة يعرفها حاخامات اليهود ولم يعلنوا عنها باعتبارها أسرارا دينية، وبناء على هذه الاختبارات سيعرف إذا ما كان هذا هو العجل المنتظر أم لا. وكان معهد الهيكل بدأ في إطلاق مشروع جديد هدفه عمل عجل أحمر بشكل جيني أو بالتعديل في الهندسة الوراثية، وقد لاقى هذا المشروع ترحيبا بالغا من السلطات ودعما من وزارة الدفاع ومن منظمات أمريكية دعمت هذا المشروع العجيب بآلاف الدولارات. وقد عرف عن اليهود المتشددين أنهم يؤمنون من قديم الزمان وقبل ما يسمى بالمملكتين الأولتين أنه كانت توجد بقرة حمراء صغيرة ذبحت في عامها الثالث لأسباب خاصة، ومزج دمها بالرماد والماء لعمل المزيج المقدس حيث يطهر اليهود به ليصبحوا مستعدين للدخول إلى الهيكل المقدس المزعوم. وبالطبع تلك أسطورة خاصة بهم، وهي ليست مؤكدة تاريخيا ولكنها مؤكدة دينيا لديهم. وقبل ذلك كانت قد جرت التضحية ببقرة حمراء في زمن الهيكل الأول وبثمان بقرات في زمن الهيكل الثاني، وهم يستعدون لمرحلة الهيكل الثالث وزمان البقرة العاشرة التي قالت جمعية معهد الهيكل إنها ولدت قبل أيام. وبناء على هذه النبوءة فإن خطتهم ستكون كالتالي: مولد العجل الأحمر هي نبوءتهم المؤكدة، ثم هدم الأقصى الشريف ليتم بناء هيكل سليمان الثالث ونزول مخلصهم المنتظر، وهذه البقرة ستكون المفتاح لبداية النهاية عن طريق ذبحها في مذبح الهيكل المقدس وإذعانا لنزول مخلصهم، وبالتالي تتحقق نبوءتهم العجيبة.
الموقع اليهودي المسمى بالآن بداية النهاية نشر أمس في نسخته الإنجليزية أنه في اليوم 17 من إيلول 5778 بالتقويم العبري والموافق 28 من أغسطس لعام 2018 ولدت في إسرائيل البقرة الحمراء، وبعد إتمام 10 أيام من الولادة أجريت فحوصات عدة عن طريق خبراء حاخامات اليهود الذين قالوا إنها بالفعل تتطابق بشكل كبير مع مواصفات عجلهم الأحمر المزعوم بارا أدوما. وأضاف البيان أنهم سيجعلون مدة بحثهم 3 أشهر كاملة ستجرى فيها كل الفحوصات التوراتية التي يحتفظون بها عندهم، ولك أن تتخيل عزيزي المشاهد 3 أشهر كاملة، ألا تشعر بالشفقة تجاه هذا العجل المسكين؟ وبعد ذلك إذا ما تم إثبات أنه العجل المزعوم سوف يتم البدء في إجراءات هدم المسجد الأقصى المحصن بإذن الله وبناء هيكلهم المزعوم استعدادا للنزول مخلصهم وبداية النهاية. ولكن العديد من الأحداث الغريبة تزامنت مع إعلان ميلاد هذا العجل الأحمر جرى تنفيذها بالتتابع في مدينة القدس، منها بيان أمريكا بنقل سفارتهم في إسرائيل واعتبارها أنها عاصمة إسرائيل، وتضييق الخناق على الأقصى الشريف، وقطع المساعدة الدولية عن الفلسطينيين ونزحهم التدريجي حتى يخلو لهم الأقصى بدون أدنى مقاومة ليفعلوا به ما يخلو لهم. وبالطبع عزيزي المشاهد أنت تعلم ما ينوون إليه الآن. والآن عزيزي المشاهد دعنا نسألك هذه الأسئلة المهمة، ماذا تعتقد في هذه البقرة الحمراء العجيبة؟ هل تظن فعلا أن النهاية مرتبطة بمولدها أم أنها خطة شريرة بالغة الدقة وراءها ثعبان ماسوني ماكر؟ اللهم يا عالم الخفيات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا خالق الأرض والسماوات، أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الوهاب الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل، لا راد لأمرك ولا معقب لحكمتك، رب كل شيء ومليك كل شيء، أسألك يا الله أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا زكيا وإيمانا خالصا، أسألك يا رب أن تهب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين، ما أحلمك على من عصاك وأقربك إلى من دعاك، لا مهدي إلا من هديت ولا ضال إلا من ضللت، ولا غني إلا من أغنيت ولا فقير إلا من أفقرت، ولا معصوم إلا من عصمت ولا مستور إلا من سترت، أسألك يا رب أن تسترنا وأن ترزقنا الصحبة الصالحة وما هو خير لنا في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر في المال والأهل والولد. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا يا رب إلا قضيته. يا رب لا يمنعنا أحد إذا أردتنا، ولا يعطينا أحد إذا حرمتنا، لا تحرمنا بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نسكنه، واجعل ما بعده خيرا لنا منه يا رب. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارضنا بقضائك وأعنا على الدنيا بالعفة والقناعة وعلى الدين بالطاعة، وطهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء وبصرنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهنا قوم عوجاجنا وأعنا في استقامتنا وكلنا ولا تكن علينا، أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين، اجعلنا ممن يأخذون كتابهم يا رب باليمين، واجعلنا يا رب يوم الفزع الأكبر من الآمنين،
متعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.